هذا الغروب من على بحر غزة بجماله، وعندما تغيب الشمس وتتلألأ مع الأمواج فإن جمال المنظر وهيبته قد يسكت الأنفاس واللحظات. فاستمتعوا معي في هذا المنظر، وسأترككم الآن مع أنشودة بسيطة حتى تستمتعوا بمنظر هذا الغروب، ويكون لكم شرف التمتع معي في غروب بحر غزة. ومن ثم سنتحدث عن عدة أمور في القناة. تابعوا معي هذه اللحظات وهذه اللقطات التي سأجمعها لكم في هذا. بدأت أن أتحدث في هذه الأيام لكم عن عدة أمور في هذه القناة، ومن هذه الأمور قصة المتابعة. طبعا في البداية تحدثت عن نصائح كثيرة، اكتبوا لي في التعليقات ما هي النصائح التي تريد أن أتحدث بها في الفيديوهات القادمة. تحدثنا عن الوقت وكيفية تنظيمه، تحدثنا عن كيفية الحفظ، تحدثنا عن كيفية المذاكرة بأقل الإمكانيات، كيفية أن تتجمع أو تلم المادة قبل الامتحان حتى لو أنت طوال السنة لم تذاكر. هذه الأمور كلها تحدثت عنها، لكن أريد منكم أن تكتبوا لي ما في التعليقات ما هي المواضيع التي تريد أن نتحدث عنها. الأمر الآخر وهو أمر أزعجني كثيرا في القناة، وهي عملية المتابعة، حيث أن كثير من الطلبة يقوم بتنزيل الفيديو دون مشاهدته، بمعنى أنه يقوم بتنزيل الفيديو حتى يحل، وبالتالي لا يتابعه من على اليوتيوب. طبعا اليوتيوب بعت لي زي تحذير أنه نسبة المشاهدة منخفضة، وهذا الأمر يؤثر كثيرا على القناة، حيث أن عدد كثير من الطلبة يدخل إلى أهلا مرة أخرى. لكن فعليا عندما كثير من الطلبة يشاهد هذا الفيديو من على اليوتيوب فإنه يحسب لي مشاهدة، لكن عندما عملية لا يشاهد هذا الفيديو مجرد أن يقوم بتنزيله فإن نسبة المشاهدة تنخفض، وهذا يؤثر على القناة وعملية ترشيحها لباقي الفيديوهات، وهذا صراحة يؤثر على القناة وفي كثير من الفيديوهات. لذا نرجو منكم أن تشاهدوا. إذا أردت أن تقوم بتنزيل وتحتفظ الفيديو بعد عملية تنزيله، نرجو أن تتركوا هذا الفيديو مدة دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، المهم أن يعدي نصف فترة الفيديو حتى يتم احتسابه كمشاهدة لي، وبالتالي أستطيع أن لا يكون عندي تحذيرات في القناة، لأنكم أن تساعدوني في نشر هذه القناة، في كتابة أي ملاحظات على الفيديوهات حتى نطور من هذه القناة. أنا صراحة أقوم بالتصوير من أجهزة بسيطة، من جوالات، أتعامل مع أيباد، لا يوجد عندي أي إمكانيات كثيرة مثل كثير من المعلمين، لا يوجد عندي مايكات، فأحاول دائما أن أطور القناة. الدعم المادي لا يوجد عندي أي نوع من أنواع الدعم المادي، لذا الدعم المادي والدعم النفسي هو أنتم، يعني تعليقاتكم، اللايكات التي تعوضوها، الاشتراكات التي تضعوها، هي الدعم الحقيقي الذي أستطيع أن أستمر في هذه القناة. لذا رجاء حار أن تقوموا بالمشاهدة أطول مدة من الفيديو، حتى لو قمت بتنزيله أن تترك هذا الفيديو شغال لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يستطيع احتساب الفيديو. شكرا لكم على كل من دعمني، شكرا لكم على كل من تفاعل مع هذا الفيديو، شكرا لكم لكل من تعامل ودعم ونشر هذه القناة. سأقف دائما بجانبكم، أحاول على قدر الإمكان أن أوفر جميع المواد التعليمية حتى لا يكون هناك أي مشكلة لكم في المواد التعليمية. أحاول دائما، هذه القناة هي صدقة جارية عن أمي رحمة الله عليها، فبالتالي أحاول دائما أن أوفر كل معلومة لدي، كل معلومة تصل لدي أن أوفرها لكم، حتى يكون عندي وعندكم جميع الأشياء التي تساعدكم على
التفوق بشكل أساسي. مرة أخرى وفي هذا نهاية هذا الفيديو، نرجو دائما أن تدعمونا وحتى نستطيع أن نستمر في مثل هذه الفيديوهات. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله. ولا تنسوا أن تضغطوا على زر لايك إن لم تكن مشترك بهذه القناة، يرجى أن تشترك بهذه القناة حتى نستطيع أن نستمر في مثل هذه الفيديوهات. والسلام عليكم مرة أخرى.